هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، أنا عسكري في قطاع الأمن العام في الدوريات الأمنية، ومنهم من في الدوريات الأمنية. أنا عسكري في قطاع الأمن العام. نعم. بالدوريات الأمنية، ومنهم من أنكر علي هذا العمل، فما قولكم حفظكم الله؟ استمر في عملك، وهذا في صالح الإسلام والمسلمين، ولا تظلم أحد. الظلم لا تظلم أحد، ولكن أدي العمل على الوجه المطلوب، وهذا في صالح المسلمين وتؤجر عليه إن شاء الله. نعم.